شعوري كأم هو أحلى شعور عشته بالعالم، وأول مرة عرفت فيها أني حامل صار عندي مشاعر مختلطة فيها الحب، اللهفة والانتظار. بفترة الحمل صار بجسمي تغيرات كتيرة. التغيرات اللي بتطرأ على جسم المرأة من بعد الولادة: ترهل الجلد، السليولايت، احتباس السوائل، ضعف في عضلات الحوض، علامات تمدد الجلد، تساقط الشعر، زيادة في إنتاج الشعر غير المرغوب فيه. هاي التغيرات مريت أنا فيها مثل ما بمر فيها معظمكم. بوقتها ما كان عندي مانع لأني عم بستنى هدية من السماء، وما كنت قلقانة لأنه بعد ما ولدت لجأت لكارمالايت لأنها بتفهمني وخلتني أرجع مثل ما كنت ورجعت ثقتي بحالي مثل الأول. العلاجات المتاحة لفترة ما بعد الولادة: الأكزيلس لعلاج ترهل الجلد، الألبيجي لعلاج السليولايت واحتباس السوائل، الألتراتون لشد عضلات الحوض الضعيفة وعضلة البطن، الكاربوكسي لعلاج علامات تمدد الجلد وأثر عملية القيصرية، البلازما لعلاج تساقط الشعر، الليزر للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه واللي بيظهر لأسباب هرمونية. كارمالايت فينا بتهتم.